شكرا ابو بريك. وفي هذا الشوط الثامن في المجموعه، الرابع في مجموعه القعدان، في اول المراكز اللي تقدم في اول المراكز للطام لشهوان بن غانم الشهواني، اما ثاني المراكز اللي هو الباسل لطالب بن ناصر المجذور، ثالث المراكز اللي هو دواس لسعيد بن زايد الخيارين، في رابع المراكز اما خامس رابع المراكز في هذه اللحظات اللي هو زرعان لسالم بن حمد الدعبة، ينتقل للمركز الثالث في هذه اللحظات، اما رابع خامس المراكز ارى شعاع ممدوح لشبيب بن محمد النعيمي ينتزع المركز الخامس في هذه اللحظات، ولكن خلونا مع شعار شهوان بن غانم الشهواني مع لطام في اول المراكز، انتزع المركز الاول بكل قوه بكل اقتدار من الانطلاقه حتى هذه اللحظات. هذا هو لطام لسيد شهوان بن غانم الشهواني، وهذا هو شعار شهوان كما عهدناه في جميع المحافل الدوليه. وفي ثاني المراكز من الجانب اللي هو الباسل لطالب بن ناصر المجدور، طالب بن ناصر المجدور مع الباسل في ثاني المراكز، اما ثالث المراكز ما زال زرعان، هذا هو زرعان لسالم بن حمد الدعبة، انتزع المركز الثالث في هذه اللحظات، ودواس لسعيد بن زايد الخيارين، سعيد بن الشاب الرشيق انتزع المركز الرابع في هذه اللحظات، ولكن خلونا مع لطام الشوط هذا بكل قوة بكل اقتدار. نقول التهاني والناموس من هذا الموقع، التهاني والناموس لشهوان بن غانم الشهواني على فوز لطام بهذا الشوط، وعلى فوز لطام بهذا الأداء الجيد، هذا الأداء الممتاز وهذه المسافة. هذا هو لطام لشهوان بن غانم الشهواني كما عهدناه دائما وأبدا، ينتزع المراكز الأولى، انتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل استحقاق. هذا هو لطام لشهوان بن غانم الشهواني، نقول تهانينا والناموس، ويستاهل الناموس أبو غانم، هذه عوايده دائما وأبدا مع المراكز الأولى. ولكن في ثاني المراكز كما أرى من على بعد، أعتقد أن زرعان أو الباسل، ولكن لطام انتزع المركز الأول بكل قوة بكل اقتدار منذ انطلاقه وحتى هذه اللحظات. هذا هو لطام، والتهاني والناموس، الناموس موصول لشهوان بن غانم الشهواني على فوز لطام بهذا الشوط، على هذا الفوز المستحق، على هذا الأداء الجيد، على هذا المسافة الممتازة. وهذا هو لطام، وهذا هو شعار شهوان بن غانم الشهواني، التهاني والناموس. أما في ثاني المراكز كما أعتقد أنه الباسل لطالب بن ناصر المجذور، أما ثالث المراكز اللي هو دواسة لسعيد بن زايد الخيارين، التهاني والناموس موصولة لجميع الإخوة الفائزين في هذا الشوط.